مساك الله بالخير من المملكة العربية السعودية في منطقة القصيم في محافظة عنيزة، مشروع خالد العبيد للتين اللي اشتهر على مستوى العالم في جودة الإنتاج، في ثمر الإنتاج لاحظوه تقريبا وزناته يصل من 140 ل 130، هذه 149 كل الأوزان تطلع، هذه 120 أوزانه مختلفة كلها والحمد لله. هذا الإنتاج وصلنا لمستوى دول العالم، وصلنا فوق تصدير فوق 30 دولة، وهذا فخر في منطقة القصيم في مشروع العبيد، لنا الفخر الكبير. وهذا إنتاجنا، جينا في هذا التين يبدأ إنتاجه من بعد التقليل سريع الإنتاج فوق 50 يوم 48 يوم بدأ يعطينا الإنتاج. هذا الصنف أنا من الناس اللي أؤيد بزراعته، اشتهرنا على مستوى العالم، نجحنا نجاح باهر الحمد لله، من أول الناس على مستوى المملكة العربية السعودية كتصدير فوق 30 دولة، وصلنا السنة هذه حوالي 35 دولة على مستوى العالم، أهل كثير من أوروبا وآسيا شرق آسيا كل الدول الحمد لله. أنا من الناس اللي أؤيد هذه الشجرة المباركة اللي ذكرت في القرآن الكريم، أعطتنا إنتاج طيب، أعطتنا مصروف جيد، تساعد المزارعين على الإنتاج، إنتاج سريع، تعطينا طوال السنة تقريبا الإنتاج. من الناس اللي مؤيد له بكفة إنتاج، طبعا يحتاج عناية، يحتاج وقت التقليم عناية خاصة، يحتاج وقت الري في الصيف عناية خاصة، والباقي على الله الحمد لله. هذا الإنتاج جودة ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله شوف الإنتاج شيده، يعطيك جودة الإنتاج، يعطيك غزرة، يعطيك لذاذة، سكريات طيبة لأبعد الحدود، شوفوا يلبد اليد ما شاء الله تبارك الله، الله يطرح البركة، دعواتكم لنا بالبركة، اذكروا الله ووفقكم الله. اليوم التاريخ 16 شوال إن شاء الله، ما شاء الله تبارك الله، نحن في مشروع العبيد الزراعي، اذكروا الله الربع، قولوا ما شاء الله. اليوم التاريخ 21/9 رمضان، طبعا احنا ناظر التاريخ فتحة الماء، كم يا منصور؟ 45 اي 54 ولا 45؟ 45 يوم يا أخوان من يوم فتحنا الماء، شوفوا ما شاء الله تبارك الله، شوفوا ما شاء الله، تفاح شفتوا؟ شوفوا ما شاء الله، لا إله إلا الله، تفاح ما شاء الله تبارك الله، شفتوا يا أخوان؟ خلنا نقطف هذه بهار رمضان، لأن والله تشوقتكم ما شاء الله، لا إله إلا الله. اليوم التاريخ 21 رمضان، طبعا كل هالشجر فيه يا أخوان، بس اللي فيه مستوي نبي نوريكم اياه ان شاء الله. ادعوا لنا بالبركه يا اخوان، شوفوا ما شاء الله العام يدور يورينا، شوفوا ما شاء الله، لا اله الا الله، شوفوا تفاح تفاح ما شاء الله، لا اله الا الله. انتم في مشروع العبيد، يعني هذا يا اخوان له 45 يوم بدينا نقطف منه، 45 يوم بدينا نقطف منه، شوفوا ما شاء الله، لا اله الا الله، تفاح والله عامله بصير تفاح عندنا ما شاء الله تبارك الله، لا إله إلا الله. غدنا نلحق لكم هالفيديو واحد، ادعوا لنا بالبركة يا أخوان، قولوا ما شاء الله، شوفوا ما شاء الله، لا إله إلا الله، شوفوا ما شاء الله، سأل الله يطرح هالبركة، لا إله إلا الله، ما شاء الله تبارك الله يا أخوان، ادعوا لنا بالبركة ما شاء الله، لا إله إلا الله. شفتوا مساكم الله بالخير، قولوا ما شاء الله، واذكروا الله يا الربع، هذه الشجرة فيها 130 فرع، شفتوها؟ وهذه الشجرة فيها 110 فروع. احنا كان نقاش يقولون الشجرة ما تنتج، احنا شجارنا تنتج الآن السنة هذه من 2000 نتوقع إلى 6000 فوق 6000، يعني هذا الفرع من هنا لهنا فيه 18 حبة، طبعا آخر الموسم بيصير 3 متر، حسب لك إنك كم يطلع عندنا. هذه شوف كم فرع، شفتوا يا أخوان، اذكروا الله، قولوا ما شاء الله تبارك الله، شوفوا الإنتاج والخير والرزق، شوفوا الإنتاج والخير والرزق، قولوا ما شاء الله تبارك الله، قولوا ما شاء الله تبارك الله، شوفوا يا أخوان الإنتاج، شوفوا ما شاء الله، ذكروا الله يا الربع، قولوا ما شاء الله، ادعوا لنا بالبركة، ادعوا لنا بالبركة، شفتوا ما شاء الله تبارك الله يا أخوان. حنا نتكلم بالواقع قدامنا، هذه الشجرة يمكن فيها فوق 2000، هم بسكر له تري، شوف ناظر إنتاجه، شوف شلون، شوف ها ناظر، هذا على الهواء مباشر العين، شوف الانتاج، عطنا عطنا،
شوف درجة الحرارة فوق 50، شوف الانتاج عندي، ها انت معي ولا لا؟ شوف الفروع كيف يطلع وشوف الانتاج، شفتوا شلون؟ ها شوف، تبي نعطيك فروع بعد فوق اتحمل درجة الحرارة هذول اللي تحت، تبي نعطيك فروع شوف ما شاء الله تبارك الله، شوف الفروع كيف يطلع فروع، يمشي بفروع، شوف الانتاج عشان تصير بالصورة، شوفوا شلون واقع، شوفوا شلون ناظر الحين، هذا مو هو غصان، شوف الفرع الثاني وشلون مطلع، ها وشوفوا شلون انتاجه، شوف هذا فرع من الرئيسي، وشوف ما شاء الله تبارك الله، شوف القمة النامية، تشوف القمة النامية واضحة شلون، شوفوا شلون انتاجه، شوفوا شلون انتاج هذا قد واضح، شوفوا شلون هو وين رايح، شوف يطلع فروع يطلع ثمار، واضح تصوير، اظنك متخصص بالتين، اذا كنتم تبون ارشادات ازول اعطيتكم، فهذا اعتقد واضح، شفت الانتاج، اي اسم للتين ما يهمني، يهمني انتاجه، شوفوا شلون، ها شفتوا شلون سكر شوي ينزل، شفتوا شلون انتاجه، واضح يا اخوان، واضح، اتمنى انك تعطينا مقطع للي انت تشتغل، ما نبي عدد اصناف، نبي بس صنف يا اخوان، لو بغيتوا تختارون العقل لازم تختارون العقل الجيده، شوفوا يا اخوان بالاشجار، شوفوا شلون السلميات، شوفوا شلون الثمر فيه، شوفوا كيف الثمر فيه، شوفوا الجنيات، يعني انت لا بد ما تختار عقل جيده، شوفوا لو جيتوا للشجره هذه شوفوا كم الثمر فيها، شوف لازم تختاروا العقل الممتازه، لازم تختاروا العقل، في واحد انا شفت كذا فيديو يرمي الاوراق ويقص عوده اخضر وعوده مو منسق، شوفوا كيف الاثمار، شوفوا شلون الانتاج فيها، يعني ما في شيء من بعيد، احنا نوريكم على هواء مباشر، شوفوا ولسه ما بعد بدينا نقص عقل، لان دخلت المربعانيه بعد 5 أيام 6 يبين كل شيء في الاشجار، خلاص يوقف العصاره داخل، فيكون عندك احسن، شوفوا شلون الثمر، شوفوا ها يعني ما في، كل الاشجار عندي انا ما جيت اتنقى شجره وشجرتين، شوفوا كل الاشجار عندي، شوفوا كيف، ها شوفوا كيف، يا هلا ومرحبا، صبحكم الله بالخير، طبعا هذه العقل اللي بغيت تزرع تختارها، شوفوا كيف العقل، كيف انتاج العقل اول، شوفوا الثمر فيها العقل، يعني شوفوا ها احنا حتى الان لو لاحظنا باقي شوي على قص العقل، احنا منتظرين يمكن الخمس ايام هذه تجيبها، شوفوا كيف الثمر في الاشجار، شوفوا كيف الثمر في الاشجار، شوفوا كيف الثمر في الاشجار، شوفوا كيف الانتاج، كل اشجاري كذا يعني ما في شيء تقول نادر، لو جيت كل الاشجار عندي كذا شفتوا، لو جيتوا كل الاشجار عندي كذا شوفوا كله واضح، شوفوا ها ان شاء الله تكون واضحه التصوير، شوفوا شلون ها كل الاشجار عندي كذا، كل الاشجار عندي كذا، لازم نختار العقل الجيده، ما نختار اي عقل، خاصه اللي بيبيع ان شاء الله ضميره طيب ويوفقه، لازم يختار العقل الجيده، شوف يعني لو بتجي تلف على الاشجار شوفوا هذه ما شاء الله تبارك الله، الناس يا اخوان لاحظهم يقصون وينزلون الاوراق هذه، يقولون بكذا وينزلونه ويقصونه، والعود توه شوفوا خضر ما بعد اخذ سكونه الماء، هذه انا ما ايدها يا اخوان، انا هذه وجهه نظري، شوفوا ما شاء الله، شفتوا بعض الناس يجي ينزل الأوراق ويقص عقل ويبيعه، إذا كان تجاري فهو بيبيعه، إلى حتى الآن إذا ما وقفت العصارة داخل هذا ونزل أوراقه الثمر فأنت لا تستفيد، ففي بعض الناس يستعجلون بالقص، أنا أمس سويت تجربة يا أخوان، شوفوها العقل هنا قصيت من هذه بشوف العصارة واقفة ولا لا، أمس هذه قصة هنا، أنا نسوي تجارب لحتى الآن في نسبة الماء، في نسبة العصارة موجودة، احنا بننتظر 5 أيام ويجهز هذا، هذه أمس أخذناها نشوفوهن تجارب، مع أنها شوفوا منزلها أوراقها كل الشجرة، بس إذا صار في عود أخضر هذا شوفوا خلاص تقريبا، هذا قرب يروح خلاص، شيء بسيط فيه، يعني يمكن 5 أيام يزين، أنا من الناس اللي ما أيد يا أخوان، يجي واحد ويقول لك أنزل أوراق الشجر، هذه أنزل أوراقه وأروح أقصه وأبيعه عقل، إذا كان هو تجاري فكيفه، هذه بعدين ما تعطيك الإنتاج الجيد، شوفوا شلون، هذه نزلت أوراقها من حالها، شوفوا بها ثمرة، هذا إن شاء الله الموقع هذا بيطلع للإمارات بعد كم يوم إن شاء الله، شوفوا شلون الإنتاج قبل سابق، فأنت لازم تختار نخبة العقل، لازم تختار الجيد منهن، لازم تختار الفلفل. هذه العقل الجيدة اللي توديها لأي مكان وإن شاء الله تطلع نفس جنيات أمها، وفقكم.
هلا ابو سليمان، حياكم. يا هلا والله مرحبا. طبعا هذه الطريقه ليست كثير ناس يستعملونها، هذه هي الطريقه. طبعا لازم تكون الفوطه عندك مبلله تحت هنا، والعقل من عين عينين ثلاث عيون، يفضل لنا ثلاث عيون. انا جربت العام الماضي عين واحده زي كذا، تكون مجهده شوي، ما يكون فيها غذاء قوي، فانا افضلها انها نفس العيون هذه تصير افضل. طبعا ما شاء الله احنا جايبين هذه العقل، شوفوا ما شاء الله التين اصله، شوف ما شاء الله تبارك الله، شوف ما شاء الله هذولي ناخذ منهن عقل. شوف هذه عاد العود مريح مره، يعني شوفوا حتى لو تلاحظونه ما في نسبه ماء ولا شيء، فيفضل نقصه كذا ونرصه هنا، نحطه بلل، وبعدين نقفل هذه عليه مبلله شوي ماء مده 15 يوم الى 20 يوم، نقفله تقفيله كذا، ونبي نسجل التاريخ هنا، وان شاء الله نوافيكم بالفيديو متى تطلع هذا، بنحط الفيديو على الواتساب هذا. وهذا ما شاء الله التين عندنا. مرحبا، مساكم الله بالخير وحياكم الله. طبعا احنا في مشروع العبيد، اللي يذكر يا اخوان هذا التاريخ اللي تابعني، شوفوا التاريخ 5/6/43/81، هذه التاريخ. احنا عقلنا وشوفوا ما شاء الله العقل كلها ماشيه، شفتوها ما شاء الله الصغيره والكبيره كلها، معطيكم جذور طيبه شفتوا. هذه التعقيل مشروع العبيد الزراعي، احنا حطينا لكم التاريخ، وشوفوا الجذور كلها مطلعه جذورها، حتى العقل الصغيره ما شاء الله تبارك الله كلها شفتوها، كلها مزرعه تزريع ممتاز، شايفينها ما شاء الله تبارك الله. شوفوها ما شاء الله تبارك الله، أعطيتنا تزريع جيد جيد شفتوا، حتى الجذور هذه بس كانت عليها الفوطة الرطبة هذه بس، ولا سقيناها ولا مرة، وكانت عليها الغطاء بس، هذا هو. هذه شغلة، وهذه خطوطنا ما شاء الله، والعمال يلقطون، وقلنا بنصور لكم شيء، اذكروا والله ما شاء الله تبارك الله، شوفوا ما شاء الله تبارك الله، دوكم ما شاء الله تبارك الله، شوفوا شلون الانتاج. ادعوا لنا بالبركه يا اخوان، وقولوا ما شاء الله لا اله الا الله. دوكم حبه كبره، جبت البداليات، دوكم ما شاء الله لا اله الا الله، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله، دوكم ما شاء الله. اذكروا الله يا الربع، وقولوا ما شاء الله تبارك الله، هذا انتاجنا هذا. بعد يا طويل العمر 55 يوم بدينا نقطف من يوم التقليب، هذا التاريخ موجود والتسجيلات موجوده، وهذا مشروعنا، وشوفوا شلون التين ثمرته، وشوفوا شلون حبته ما شاء الله تبارك الله، اقطفوا خضر دوكم ما شاء الله لا اله الا الله، شفتوا دوكم ما شاء الله. امسك يا منصور، امسك ما شاء الله، دوكم دوكم ما شاء الله، دوكم ما شاء الله، ما شاء الله ناظروا، تلبد الواحدة تلبد ما يحتاج، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. اللهم انك ما تقوى تشيل، يمكن وزنها 170 160، هذه بدايه الخير. ادعوا لاخوانكم المزارعين، وهذه اشجارنا، وحنا بوسط مشروع العبيد الزراعي، تجيها صقعه الشمس من هنا، فما تشال الورق نهائي. عمليه الري بالصيف لازم ترتب، اذا كنت تسقي 20 دقيقه خليك، لا اسق الصبح دقيقتين، الظهر 3 دقائق، المساء دقيقتين، يصير توفر بدل ما تعطي جرعه ماء واحده ما تكفيك لليل. من دخول الشتاء، من دخول الصيف تحتاج عملية الري متوازنة أفضل، يعني لو تبي تلاحظ تشوف الإنتاج، فكل الفروع تحصلها فيها إنتاج جيد بسبب خلاص إنك الحين عملية الغطاء النمو الخضري جيد. شوف الأشجار كلها موجودة غطو، شوف هذه موجود، شوف ما شاء الله تبارك الله، كلها غطاء ممتاز جدا. أخواني الأعزاء، أرجو من الجميع عدم شيل الأوراق في هذا الوقت، عدم تعطي ري واحدة بالماء، لازم ترتب الماء. إذا صرت سقي 20 دقيقة سق 10 دقائق كل وقت، الصبح مثلا الساعة 8 دقيقتين، الساعة 11 دقيقتين، الساعة 3 دقيقتين، المساء إذا شفت درجة الحرارة عالية عط دقيقة، اللي عنده تايمرات شفتوا هذه، شوفوا كيف النمو الخضري، شوفوا القمة النامية، وفقكم الله، جزاكم الله ألف خير. أي استفسارات موجود جوالي خالد العبيد، وخدمة جميع المزارعين. فالنمو الخضري مهم جدا، شوفوا ها النمو الخضري، الأوراق هذه لازم، في أحيانا يكون نقص عناصر تعطيها دفع. هلا ومرحبا، ومساكم الله بالخير، وشكرا كل من سأل عنا، الحمد لله بخير وبصحة، واليوم جينا للمشروع نشوف الشغل،
الحمد لله ماشي. فتحوا الماء لهم 3 أيام، أبسجل تاريخ فتح الماء عشان تشوفون متى نبدأ قطافة الثمر إن شاء الله. بعطيه إن شاء الله ما بعد كملنا. شوفوا حتى الحوض الشجر هذا ما بعد تسوي، للحين كانت الليات مسكرة، حطينا طبعا تبريد جوب زراعي شوي لما بيقل عمال إن شاء الله بيجونا، لكن هذا التاريخ سجلوه عشان تشوفون نبدأ متى هالقطاف، متى نبدأ قطاف التين. هذا التاريخ سجلوا، شوفوا الأشجار بادية تبرض عندنا توا على أوله، حتى ما بعد ولا كملنا حواضة شفتوا، بس عطيناها شوي كبريت، عطيناها شوي جبس زراعي، ما بدينا بالهيومت لحتى الآن. إن شاء الله الأسبوع هذا نبدأ فيه. الحين نخاف هالبرد اليومين يأثر على البراعمل. مرحبا، صباح الخير. طبعا هذه أسبابة ضربة الذبابة الفاكهة، لو تبي تلاحظون شوفوا نص الثمر أحمر ونصه لا، شوفوا بدايتها ضربتها ذبابة الفاكهة، لو تلاحظون الجنب الثاني لسه خضر، ما بعد أخذت ما بعد مصة العصارة منه، فهذه بداية الذبابة الفاكهة اللي يبي يشوف. خلينا أوريك أكد لكم، شوفوا هذه الشجرة هذه تسوى الثمرة الصغيرة، هذه مضروبة لها يمكن 4 أيام 5 أيام، فتلاحظونها شوفوا حتى التعرج فيها، فهذه إن شاء الله تكون واضحة. هذه ضربة الذبابة، هذا مكانه شفتوا، هذا مكان ضربة الذبابة، هذه واضحة شوفوها حتى محلها تحصروه، اللي بيدقق فيها يشوفها. فالاحتياط واجب، الوقت هذا الثمر طري صغير تضرب الذبابة على طول، من أول ما توقع عليه تحط البيض وتمشي. شوفوها واضحة الذبابة تضربها يا أخوان، ما فيه مثل الزراعة العضوية، يعني ترى الأسمدة الكيماوية أحيانا مكملة نقص لو جاء في الأسمدة العضوية. أخواني الأعزاء، أنتم مزارعين تبي تأكل صحيا، أولادك يأكل صحيا، تبي على الناس وانت مرتاح، اشتغلوا على الأسمدة العضوية 100%، تراها هي الخير والبركة، فيها بركة سبحان الله العظيم. أنا وريتكم هذا الفيديو للفائدة، والله للفائدة. شوفوه يعني في ثمر، بس مو هو باللي انت تبغى، في ثمر شوفوه يعني مقلم كل الشجر ذاك، وإذا كله مقلم واحد بس، هذه أنا مسوي التجارب عليا. شوفوا هذه 3 أنواع كيماويات، 3 شركات أنا حاط، 3 شركات. شوفوا حتى الفروع لا لاحظتها ضعيفة، حتى الورق لا لاحظته ضعيف، حتى القمة النامية لا لاحظتها ضعيفة، مو بزي الشجر الثاني. أنتم اليوم شفتوا في تاريخ اليوم 21/9 رمضان، في أول يوم من 10 الأواخر، الله يطرح لكم البركة. هذه هي شوفوا، لا يجي لها كلها مع خطوط الماء، يجي لها ماء ويجي لها سماد ويجي لها كل شيء، نفس الطريقة الأشجار الثانية. أنا طبعا ما عندي سمادة على المشروع كامل، ما عندي سمادة كيماويات أو سمادة دي، كله شغالين على أسمدة عضوية. واليوم قطفنا ما شاء الله من التين في خلال من 45 إلى 54 يوم بدينا نقطف منه من بعد التقليم، هذه بركة يا أخوان. أنا ما أيد اشتغال على الكيماويات نهائي، شوفوا يا أخوان والله ما منها فايدة وفلوس وخسارة، وانت ما ترتاح، لا تأكل انت لا أولادك ولا شيء. السلام عليكم، حياكم الله، يا هلا ومرحبا وكل عام وانتم بخير. اليوم ثاني أيام العيد المبارك، طبعا ما شاء الله تبارك الله احنا فاتحين الماء 14/3/22، اليوم التاريخ الحين بحطه لكم على السناب. شوفوا ما شاء الله بداية قطاف تين مشروع العبيد، هذا العمال ما شاء الله تقطف، شوفوا ما شاء الله تفاح ما شاء الله تبارك الله، هذا بدايته، بتوهم بادين مشروع العبيد، لنا تقريبا 49 يوم بادين نقطف، احنا بادين نقطف قبل بس العصفور ياخذ نصيبه، وهذه العمالة تقطف الحين. شوفوا ما شاء الله تبارك الله، شوفوا حتى ما عليه ولا قشر، شوفوا ناظروا ما شاء الله تبارك الله. اليوم 49 يوم من فتحنا ألمة بدينا نقطف، بس الله يطرح البركة، شفتوه ما شاء الله تبارك الله، ملينا اليد ثنتين ما يخدمه. في مشروع خالد العبيد الزراعي محافظة عنيزة، يا هلا ومرحبا وحياكم الله، هذا العمال تدور وتلقط ما شاء الله تبارك الله. يلا شوف هنا ما شاء الله تبارك الله، اليوم غلقنا 49 يوم من يوم فتحنا الماء، ما شاء الله إنتاجه مبكر، يعطينا إنتاج بدري، هذا ميزته التين عندنا ما شاء الله تبارك الله.
كله ما شاء الله ابوه انتاج. هالحين نشوف العمال يقطفون بالجنب الثاني. عسى الله يطرح البركه. دعواتكم لنا. شوفوا حتى ما عليه ولا قشر. شفتوه نظره سكر سكر داخليه. عسى الله يطرح البركه يا اخوان. دعوا لنا بهذه الايام الفضيله ما شاء الله تبارك الله. طبعا انا لي 10 ايام يمكن ما جيت للمشروع، جيت اليوم اصور لكم مبشركم بشهر الخير ما شاء الله تبارك الله. عسى الله يطرح البركه للجميع. حياكم الله. العمال يدرون يقطفون والحمد لله بداية خير وبركة إن شاء الله. هلا والله مرحبا. طبعا هذا له 22 يوم. شوفوا توه بادي يبشر بالخير. معليش نصور لكم مساء. شفتوا توه بادي يبشر. هذا له 22 يوم إلى 25 يوم بعض. شوفوا توه بادي يبشر. طبعا احنا نرشه لان لاحظنا شوفوا العفن شوي ضارب وشوي بسيط. شوفونه فوقه. فحاولنا قدر ما نستطيع ان نعطيه رشة فطري. شايفين العفن شوي؟ شايفين العفن؟ فالحين هم شغالين على فطري. الحين رشة خفيفة فطري. وتوه بادي زنبع. شفتوا؟ توه بادي زنبع. فقلنا نرشه رشة فطري وقاية. ما شاء الله تبارك الله. اذكروا الله. قولوا ما شاء الله تبارك الله. اذكروا الله. عشان تكونون بالصورة شوفوا الشتلات كلها صغيرة. يعني توه مزرعة. شفتوا؟ عشان نكون بالصورة شوفوا توه مزرعة. بس اللي تجيه تنهى إلى هنا. يعني عودين ورقتين. وإن شاء الله ما تشوف إلا الأخير. حنا تونا نطلع منها. وهذا جذورة توه معلقة. شفتوا؟ بس إنه يعتاد بزراعتها. إن شاء الله تردون علي والله يطرح البركة للجميع. العبيد الزراعي. طبعا أنا كثير تناقشت وكثير ناس زعلوا علي ليش تقول المسافات القريبة ما تنجح. أنا هذه عندي مشروعي هذا 4x4. شوف الخطوط. يعني أنا لا أتكلم إلا شيء بحكم تجربتي. فهذا الصنف هذا يعطيك فروع كثيرة. يعني لو بتلاحظ الفروع كثيرة وكثرة الإنتاج شوفوه مليان جدا جدا. فهذا لا يتحمل الأربعة بأربعة كثير. شوفوا أنا الحين ما أدخل بين الخطوط. ها شفتوا ما أقدر وقفت. فهذه شوفوا ها. كلها تقفل خلاص. إحنا بداية الموسم يعني. فناظروا كلها الخطوط قفلت. هذا الصنف سريع الانتشار سريع الفروع كثرة الفروع. هذه أشجار يشوفوها ما غلقنا الآن 3 شهور أو 3 شهور ونص من يوم فتحنا ألمة. شوفوا كيف قفلت الله تبارك الله. أذكر والله يا الربع ترى أنا إنتاج السعودية ذا ما شاء الله. يا إله إلا الله يا الربع ما شاء الله. أذكر والله يا الربع شوف ترى هو إنتاج السعودية مشروع العبيد. شوفوا التفاح ما شاء الله تبارك الله. لا إله إلا الله. شوفوا شوفوا ما عليه ولا سكر تشطب ما شاء الله. شوفوا كله واحد يقول أنا زين من الثاني. دوكم ما شاء الله تبارك الله. هذا إنتاج اليوم يوم الأربعاء ما شاء الله. شوفوا والله أنا تقري يا أخوان ما يا الله. تبي لك تأكله أرباع دي تشغل بردقالة ما شاء الله تبارك الله. مثل التفاح تقصصه أبد ما شاء الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. ذكر والله يا الربع. قولوا ما شاء الله. هذا إنتاج مشروع العبيد الزراعي محافظة عنيزة ما شاء الله. شوفوا 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 شاتين ها. هذا اللي خلى العالم كله تخاطبنا ما شاء الله تبارك الله. وما شاء الله تبارك الله. طبعا هذا فصلنا الماء عنه عقب التصوير حق الصباح اللي صورتكم الصبح غير هذا. هذا فصلنا الماء عنه له الحين يمكن 8 أيام. شوفوا ما شاء الله. طبعا خلاص احنا وقفنا الماء نهائي أساس نقص عقل. هذه ما تنقص العقل اللي توه اللي شفتوها خضراء توه. في ناس يقولك نزل الأوراق ذي وقص العقل. لا لا هذه كان ما بفايدة أبدا. شفتوها شوفوا المسافات 5x5 غطت على بعض. شوفوا المسافات طبعا فيه انتاج خفيف
يعني خلاص هذا فاصلين وعقب المنطقة دي. شوفوا المسافات الخمسة بخمسة، شوفوا المسافات. طبعا الأرض هذه جيدة، إنتاجها جيد، شوفوا الإنتاج فيه حتى الآن، بس احنا فصلنا المعنو. طبعا أنا ما أيد الناس يقصون والعود أخضر أبدا نهائي. هذه المسافات، هذه المسافات إلى جينا، هذا إنتاجه ما شاء الله تبارك الله، وهذه كلها مسافاته. إن شاء الله هذا يبيله أتوقع شهر، إذا جانا برده اليومين أنت تدخل المربعانية بعد 10 أيام، هذا نقص بعد المربعانية منه إن شاء الله، لأنه ما ينقص منه شيء الحين. توه شوفوه عوده خضر لسه. فالله يوفق الجميع ويطرح البركة للجميع. خلاص عسى الله يوفق. شوفوه هذا إنتاج. شوفوه يا هلا ومرحبا وصبحكم الله بالخير. حيا الله المتابعين الجدد، ساعة مباركة حياكم الله. طبعا هذه احنا اضفنا لها امس الاسمدة العضوية، طبعا هذه اسمدة عضوية ابقار. السنة هذه بنسوي تجربة عليه ان شاء الله يكون فيه النتائج جيدة. احنا حطينا للشجرة تقريبا 25 كيلو، توقعاتنا انه ما تجي 25، بنحاول نضيف عليها مرة ثانية دفعة ثانية. حياكم الله، اي احد باستفسارات، اي احد بشيء بالخدمه. طبعا هو مطلع ورق ومطلع ثمر قبل مده، لكن تاخرنا احنا السنه هذه في الاسمده. ان شاء الله تكون خير وبركه هذه السنه للجميع. اسال الله يطرح البركه للجميع، وفقكم الله. واي احد يبي استفسارات يرسل لي لو واتساب ولا سناب اللي تبون، وبالخدمه من اي اشجار. هذاهم يلقطون العمال، درجة الحرارة بنحطها لكم. شوفوا ما شاء الله تبارك الله، شفتوا ما شاء الله هذا اليوم، شفتوا شفت ما شاء الله، شوفوا شلون يتفتح دوك، شوفوا شلون لمعته، شوف احنا حاطينه بالسلات هذه عشان يروح هدايا. الله يطرح البركه.